is that now, now we're opening to get much more done. Senator Murphy, هو الآن وأننا نفعل الكثير. لقد قال السناتور ميرفي عندما تنظر إلى القضايا الاجتماعية الكبرى التي واجهتها أمريكا عبر التاريخ، فالنجاح يرتبط بالنجاح، وبذلك يمكن تحريك هذا الجبل الشاق وإثارة حركة، فنحن نزيل جبل المعارضة والعرقلة والتي وقف أمام كل التقدم الذي رغبناه في البلاد. فاليوم حان الوقت لنحفز هذه الحركة، وهذا هو واجبنا تجاه الشعب الأمريكي. هذا ما نحن نمتن إليه للضحايا وذويهم في بافالو وفي يوفالدي، حيث أصبحت المدرسة الابتدائية مكان للقتل، وأيضا للأسر اليوم وأماكن أخرى في أمريكا. خلال السنوات العديدة الكثيرة في المدارس وأماكن العبادة والمتاجر والأماكن الأخرى التي شهدت مثل هذه المجازر، فاليوم هنالك عملية قتل لا معنى لها، وفقط يكون هنالك إشارة بسيطة إليها في الأخبار المحلية. اليوم هذا التشريع هو بداية مهمة، ويوفر 750 مليون دولار للمساعدات الطارئة تحت قانون العلم الأحمر لمساعدة الأهل والمعلمين والمحليات لمكافحة هذه الآفة. 13 قتيلا في تكساس، مارجوري باركلاند في الثمانينيات، عشرات من القتلى ومن الجرحى. إذن هذه القوانين الإنذارية تساعد في هذا المجال وتفرض ضرورة إجراء بحث خلفي عن حائزي السلاح. وكيف رأينا شاب يقوم بعملية قتل وبأن يشتري مثلا شاب بشراء سلاح لقتل صديقته؟ إذن نبقي على السلاح بعيدا عن أيادي من سيسيء استخدامها في العنف المنزلي. هذا القانون يشتمل أيضا على التقييد الفيدرالي الذي يجعل التهريب للأسلحة وشراؤها جريمة فيدرالية، ويوضح هذا القانون ضرورة تسجيل المتعاملين بالسلاح ويقوموا يجبرهم بإجراء بحث عن خلفية مشتري السلاح قبل أن يبيع أي سلاح، وأيضا يوفر التمويل لمعالجة أزمة الصدمات والصحة العقلية والصدمة التي يتعرض لها الناجون من عنف السلاح. ربما قد لا نحمي كل حياة، ولكن هذا مهم.